تشكيل النادي الاهلي يا برنس امام الرجاء، وهعرفك التشكيل كله يا برنس في التفاصيل، وبرضه يا برنس هنتكلم على رساله كاهلاوي للاعيبه النادي الاهلي قبل مواجهه الرجاء. يعني حلقه النهارده حلقه مهمه جدا، ما تنساش بس اللايك بتاعك يا نجم. خلينا نبدا بالتشكيل يا برنس. انا عاوز الشناوي في حراسه المرمى يا برنس، واثنين بقى يبقوا قلب دفاع، هيبقى عندك متولي وعندك عبد المنعم يا برنس، وبتمنى من متولي وعبد المنعم ان يكون الاثنين اسدين قصر النيل، ويكون الاثنين في كميه تركيزهم، ويكون الاثنين ما يخلوش دبانه تعدي من خط الدفاع. وانا منتظر من متولي ان هو هيعمل ماتش كبير جدا، وبرده منتظر برده من عبد المنعم ان هو هيعمل ماتش كبير جدا. اما ناحيه اليمين يا برنس هتبدا بيه محمد هاني. محمد هاني من اللعيبه اللي الفتره الاخيره اداء كويس جدا، اداء مش اللي هو ايه مش وحش زي الفتره اللي فاتت كده من فتره بعيده، ولكن محمد هاني في الفتره اللي فاتت اداء كويس جدا جدا، ومنتظر كمان من هاني ان هو يعمل ماتش كبير. وعندك برده ناحيه الشمال اكيد طبعا هنبدا بعلي معلول، وبتمنى من علي معلول ان هو يعمل ماتش كبير جدا في الماتش ده، ان معلول من اللعيبه اللي هي القوه الهجوميه للنادي الاهلي. سيبك من هو بيلعب باك شمال، ولكن هو من القوه الهجوميه للنادي الاهلي، وهيبقى عليه تركيز كبير جدا من لعيبه نادي الرجاء ان هي تحاول توقف علي معلول، ولكن انا بتمنى من معلول ان هو يحل كل الحلول ديت، وهو علي معلول ملك الحلول. اما الاثنين يا برنس اللي هيكونوا في نص الملعب هيكون مين بقى؟ هيكون مروان عطيه وهيكون حمدي فتحي. مروان عطيه ما فيش خلاف عليه، مروان عطيه في الفتره الاخيره من اللعيبه اللي هي ايه ادائها ثابت جدا، واداء كل مباراه بيعلى ماتش ورا ماتش، وان شاء الله مروان عطيه تعمل ماتش عالمي في الماتش دوت. ونروح بقى لمين؟ لحمدي فتحي. حمدي فتحي يبقى جنب مروان عطيه في نص الملعب يا برنس. حمدي فتحي اللي كولر يا برنس بقى يعتمد عليه في يعني في وقت من المباراه ان هو حمدي فتحي بيلعب كمهاجم مع الفريق. حمدي فتحي من اللعيبه المهمه جدا في فرقه النادي الاهلي دلوقتي. حمدي فتحي من اللعيبه اللي بتقدر تخترق الدفاع المنافس يا برنس، وفجاه تلاقي حمدي فتحي في ال 18. فانا مستني ماتش كبير جدا جدا من حمدي فتحي. اما الثلاثه اللي هيكونوا قدامهم يا برنس هيكون عندك بيرسي تاو ناحيه اليمين. بيرسي تاو للفتره الاخيره ابتدى اداؤه يعلى مع كرر، وابتدى الحمد لله الاصابات تبعت عنه عن بيرسي تاو، ومنتظر من بيرسي تاو مباراه تكون كبيره جدا جدا يا تاو، وليك عندي عزومه يا تاو. اما ناحيه الشمال يا برنس عبد القادر. عبد القادر انا بتمنى من عبد القادر، يا ريت يا عبد القادر تبطل الحنكشه وتلعب السهر. انت لعيب مهاري جدا، انت لعيب بتخترق وبتعدي وبترقص وبتعمل كل حاجه في الكوره يا عبد القادر. فانا عاوز من الماتش ده انك تبقى نجم من نجوم المباراه يا عبد القادر. اما هيكون يا برنس في مركز صانع الالعاب هيكون القندوسي. القندوسي يا برنس من اللعيبه المهمه جدا. القندوسي من اللعيبه اللي هو قليل قوي تلاقيه في النادي الاهلي، لان لعيب يمتلك القدره الهجوميه ويمتلك القدره الدفاعيه وبيمتلك التسديد من بره ال 18 بالدقه يا برنس. لعيب ممتاز جدا ولعيب هيفيد النادي الاهلي في السنين اللي جايه، فانا منتظر من القندوسي ان هو يكسر الدنيا في المباراه ديت يا برنس. اما في الهجوم مفيش خلاف عليه، هو كهربا يا برنس هيكون في هجوم النادي الاهلي امام الرجاء، ومنتظر من كهربا تحركاته بقى ومناكشات الدفاع، ويتحرك ويروح ويجي، وبتمنى من كهربا باذن الله ان هو يسجل في المباراه دي هدف ولا هدفين ونريح الدنيا يا رجاله. ده تشكيل النادي الاهلي يا برنس امام الرجاء. ونبدا كده يا برنس بالشناوي. بص يا شناوي يا اخويا، انا عاوز الشناوي اللي احنا عارفينه، سيبك من الشناوي بتاع ماتش سموحه ده، عاوز الشناوي اللي هو بيبقى في قمه تركيزه، عاوز الشناوي اللي هو بيقعد يزعق ويعمل، عاوز الشناوي مفيش دبانه تخش يا شناوي. اما عبد المنعم ومتولي يا برنس بتمنى اشوفهم الاثنين اسدين قصر النيل، اتمنى الاثنين يكونوا واقفين اسود في الدفاع، ما يخلوش ولا مهاجم يروح على الشناوي. اي مهاجم خط احمر يا رجاله، مش عاوز حد يعدي من خط الدفاع. اما انت يا محمد يا هاني انا بتمنى منك تكسر الدنيا. تخيل يا محمد يا هاني ان ماتش الرجاء ده يكون كاس عالم يا جدع. عاوز محمد يا هاني بتاع كاس العالم اللي بيتحرك ويشوط واللي بيدافع ويهاجم، اتمنى كده يا هاني. اما انت يا علي يا معلول يا ملك الحلول يا اسرع ديليفري في مصر، انا بتمنى انك تكون في ماتش الرجاء ده تكون ملك الحلول، تكون بتدافع وتهاجم، لان معلول من اهم اسلحه النادي الاهلي. اما انت يا مروان عطيه، انت وحمدي فتحي بتمنى اشوف مسمارين في نص الملعب، وبتمنى اشوف شواكيش في نص الملعب اللي هم بيروحوا بيشوطوا من بره ال 18 كتير، يا ريت تشوطوا كتير. اما انت تاو يا اخويا بتمنى انك تكسر الدنيا، واشوف تاو. تاو اللي انا عارفه قبل ما نجيبه النادي الاهلي ده اللي كان مكسر الدنيا، بتمنى تاو انك تكسر الدنيا، وليك عندي عزومه يا تاو. اما انت يا عبد القادر حنكشه، يا ريت يا عبد القادر تلعب السهل، ترى
رقص وباص، ويا ريت تبطل تراس عدي وباص على طول. اما انت يا كندوسي انا منتظر منك مباراه كبيره جدا، وحاسس انك هتكون نجم المباراه. انت كهربا يا عالمي يا فولت يا عالي، انا حاسس انك هتجيب هاتريك يا نجم في الماتش ده، لانك لعيب كبير جدا وبتعمل حرقان في كل مكان، وحاسس كهربا هيجيب 3 اجوان.